اللي بساليكم مزيانين اليوم. مشيت نسخن الحطيه ساعه غادي تكون خفيفه. هيا اخترنا العقيق اللون ديالها والحرير حتى هو. اخترنا نمره 3 بس غادي تجي غير شويه العقيق عايجي في الرنده. هي اخترت نمره 3 و الا كان كيخصك تعمل كاوزه مكموله اختار نمره 2 هي صغيره باش كتجي ما كتجيش مكركبه. ها ما عندها هنايا هذه النمره 4 هذا الزمرد. لا 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 عفوا هذه النمره 3 ها النمره 4 هي اللي فوق والنمره 2 ها هي النمرة 6 وعندها تزوقات إلا بغيتو كتشريوهم كتركبوهم في بياسة. أنا كنتسخر غير من عند هاد السيدة حيت كنجبر عندها كلشي واخا كنحمقا ياك هانا الله يبارك فيك حتى الله يحفظك. انتي عندها الزويق الحرير بكل انواع ديالو المهم انتينا القياسة ديالك. عندها الخيط تاورا هو الخياطة باش ملي كتدي اللون ديالك باش كتنبل به القياسة ديالك. عندنا هذا العقيق مهرس هاهو هذا ديك العقيق الطويل وهذا توقف الزمرد هو مهرس وهذا الشميشات. عندها تزواقات هما مزيونين هادو كيتركبو في الشوشات وفي الكتفين هيك هانا في القاب تا هو. معندها شي ديكورات مزيونين تبارك الله ما شاء الله. انا كنتسخر غير من عند هذا السيد هذا هو واحد بنت تبارك الله عليها ما شاء الله ماشي هو المرسم والين اللي في طنجة كاملين غادي يعرفوها عندها تشويشات على العنوان اللي هنايا عندك غلطيك هنا عندك مقلوب حتى هنايا في المرس وها الشميشات تبارك الله اللي طلبتي كتجبرو عندها حتى السفيفات عاملاهم هانا سقلي وكرير ها موزونات موالين الطرز اللي كيعدلو ديك الوريدات وهادي عندها ضمضمة تا هما مزيونين شي لبسة براندا فيها ضمضمة كتجي كتحمق. هاد الزواقات هادو كيجيو بياسات مزيونين كيصيفط واحد المعلومة نسيت ما قلتها لك شي في الأول مول الخيط اللي تكون تسخر من عندو دائما كله يعطيك الحرير ديال راندا باش مكيتشنتف شي ومكيتقطع لك شي باش مكيعدلك شي في الخدمة
وانا كنتسخر من عند هذا السيد هذا، يعني دائما كيعطيني الحاجه، يعني هي هذيك شي نقطه كنبدا الخدمه عادي بقيت قطع لك، ولكن بقيت شنت دغيا كما كتبدا الخدمه. هادشي اللي كاينه، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تكون المعلومه وصلتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.